2. لماذا لا تقتل داعش سوى المسلمين فقط؟ طبعا أي دم هو حرام ما لم يكن طبقا للقانون، وبالتالي أي حد من أي دين من أي مذهب من أي ملة من أي مكان هو دمه حرام إلا بحق طبقا للقانون، لا هو قتل أو اعتدى. نرجع للقانون في هذا الأمر، إنما الأمر مش إنه ليه بيقتلوا مسلمين فقط، بس هي الظاهرة الواضحة تماما أن تنظيم داعش تقريبا 100% من ضحاياه مسلمين. عشان نكون أكثر دقة، أكثر من 90% من ضحايا تنظيم داعش وكذلك القاعدة وكل هذه الجماعات من المسلمين. فتنظيمات بتقول لك احنا تنظيمات إسلامية هدفنا إقامة الإسلام، تقتل المسلمين ولا أحد غير المسلمين، كل الضحايا مسلمين. لما تشوف الضحايا اللي كانوا في سوريا، في العراق، في أفغانستان، في باكستان، في مصر لما حصلت أحداث في شمال سيناء وفي مناطق أخرى من قبل إرهابيين، لما تشوف في ليبيا، لما تشوف في مالي، بوركينا فاسو، وصولا إلى الساحل الشرقي للمحيط الأطلنطي أو غرب إفريقيا، نيجيريا، ثم وصولا إلى الصومال، ثم موزمبيق على المحيط الهندي، كل هذه المناطق يقتل فقط المسلمون. مرة أخرى، مش دعوة لقتل غير المسلمين، إنما الاستغراب والدهشة إن هذه التنظيمات بقت متخصصة منذ نشأت في قتل المسلمين. وتقول لك أصل دول مرتدين، ونبدأ الأول بقتل المرتدين أو العدو القريب قبل العدو البعيد. فطبعا الملاحظة بأنه تنظيم داعش والقاعدة وكل هذه التنظيمات لا تقتل سوى المسلمين تجعلك تفكر في الأمر، زي ناس رافعين راية الإسلام بيقولوا قال الله وقال الرسول بيقتلوش غير المسلمين في كل مكان، ومرة يبقى التنظيم اسمه خراسان في باكستان ولا آسيا الوسطى وأفغانستان، ومرة يبقى اسمه بوكو حرام، ومرة اسمه تبع القاعدة جماعة الشباب أو حركة الشباب في الصومال. كل هذه المسميات واحدة، الهدف قتل المسلمين، تدمير المسلمين، إسقاط دول المسلمين وإسقاط مجتمعات المسلمين. إذن ده إرهاب ليه بعد جيوسياسي، ده مش إرهاب عفوي. ممكن ناس كتيرة مضللة في هذا الإطار، إنما اللي بيديروا هذا الأمر مش مضللين، عندهم وعي وشايفين، شايفين أن كل الدماء مسلمة، كل الدماء من آسيا إلى إفريقيا دماء مسلمة. ولما نقول كل معناها الأغلبية الساحقة من القتلى ومن الضحايا من المسلمين. يبقى إذن في هدف سياسي وفي جغرافيا سياسية للإرهاب منظمة وفي إدارة جيوسياسية لهذا الإرهاب، يطلع هنا شوية وبعدين يخفت، يطلع الناحية التانية، يظهر الغاز في موزمبيق، نلاقي التنظيمات الإرهابية طلعت ما كانتش موجودة قبل كده، تظهر في نيجيريا، تخفت شوية تلاقيها في مالي، تخفض السنة تطلع في بوركينا فاسو، تطلع في النيجر، تشاد، في حد بيحرك أو أحد بيحركه في رؤية جيوسياسية فيها أجهزة وفيها رؤى تحرك هذه الجماعات الإرهابية، توديها يمين أو يسار، طب اطلعوا الشمال شوية، طب انزلوا الجنوب، طب خشوا على البلد دي، طب اتجهوا للعاصمة، لا طب وقفوا عند الأطراف، طب ركزوا على الغاز والنفط، طب روحوا عند اليورانيوم، طب بيضربوا الفنادق، طب بيضربوا الأطفال. يعني في توجيه ما في رؤية جيوسياسية لهذا الإرهاب. هنا بقى نتذكر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، لما قال أثناء تنظيم داعش لما عمل الدولة المزعومة بتاعته 2014 وسقطت 2017، فكيسنجر قال إيه؟ قال لا، ما تقضوش تماما على داعش، القضاء التام وسحق داعش ده خطر، انه اهزموا داعش لكن دون ان تقضوا على داعش، لان احنا محتاجين دور داعش في التوازن مع ايران. ده بقى مش كلام يعني مجرد انه كاتب قال رأي او اعلامي قال وجهة نظر في اي مكان في العالم، لا، ده هنري كيسنجر اللي قال لا تقضوا على تنظيم داعش لان احنا عايزين هذا التنظيم في إطار التوازن مع إيران، مش إنه يتفاهم مع إيران أو يعمل توازن منطقي مقبول مع إيران، لا، إن يطلع داعش لمواجهة إيران
وتنظيم داعش أصلا قتل من السنة أكثر مما قتل من الشيعة، وكل الدماء حرام سنة وشيعة. إنما لعب، يقول لك التوازن هنا وبعدين يخليقة البعض الشيعة هنا وبعدين يدمر السنة هنا ويرجع تاني يقول كذا. كل هذه الألعاب الإجرامية انتهت إلى تخريب مناطق المسلمين في القارتين الآسيوية والإفريقية. وبعدين بقى هذه التنظيمات تروح في سوريا تضرب الآثار، التاريخ، تدمر، تدمر أي حاجة فيها تاريخ، حضارة، ثقافة، عراقة تدمرها. في العراق مكتبة الموصل والجامع النوري الشهير اللي بقاله 1000 سنة تقريبا، وحاجات كتير أثرية تاريخية تستهدفها داعش أو يستهدفها القاعدة. برضو في تمبكتو في مالي برضو حاجات تاريخية عريقة بقالها كتير جدا، وأضرحة لها مكانة تاريخية وبنايات دينية لها مكانة تاريخية، يخش يدمروها أيا كان التاريخ، تاريخ إسلامي، تاريخ قديم، تاريخ أقدم بقاله قرون طويلة، يدمروا كل المعالم التاريخية والحضارية. فإذا الموضوع مش موضوع أنت بتقتل المسلمين، بتدمر حضارة المسلمين، بتدمر مدن المسلمين، بتهين شكل المسلمين قدام العالم، وتهين شكل الإسلام في العالم، وتلصق به الإرهاب. لا يمكن كل ده يكون عفوي. ممكن المضللين الحمقى اللي موجودين في القواعد اللي بينفذوا مضللين، إنما اللي بيدير هذا الأمر مش مضلل، ده عنده رؤية جيوستراتيجية، عنده فيجن للي بيحصل، وعارف بيتحرك إزاي سواء في إفريقيا أو في آسيا، وعارف بيعمل إيه على صعيد الدين، التاريخ، الحضارة، المجتمع، الدولة، بيخرب هنا إزاي وهنا إزاي وهنا إزاي وهنا إزاي. وبالتالي إحنا إذا ناس عندهم بندقية للإيجار، واحد كده مسلمه سلاح ومأجره، اقتل هنا استنى شوية، اقتل دول استنى شوية، هذه البندقية المؤجرة التي يديرها الإرهابيون حول العالم هي مصدر خطر كبير على الإسلام، ومصدر خطر كبير على العالم العربي وعلى الإنسانية جمعاء. وفاصل ونكمل.